اللي جعانات من المرض تقريبا من قبل رمضان، بدات في الاسكانير، بدات العلاج في بن رشد، بقينا كنديروا لها الحصص الكيميائيه. ابخي المرحله وصلت سطاد دي، ما بقاش ولات كتدهور الحاله ديالها. قال لنا صافي زعما الجسم ديالها ما بقاش كيتقبل، ما فقدناش الامل. عاود درنا نداء للمستشفى العسكري وتم الطلب ديالنا، وفي الاخير خدات العنايه المركزه. لولا بقات في الدار كانت غتعذب. كنت كنديها دائما للسبيطار، لان ما يمكنش مراه في السن ديالها غادا تبقى تهبطها في الدروج وتطلعها وتمشي للسبيطار، وكانت كتشد النوبه مع الناس. وفهمتي واخا الحمد لله الناس بحال بحال المواطنين تعاملوا معها مزيان، ولكن هذاك الديرونجمون ما بغيناش. اضطريتها نهزوها. شكرا للسيد الجنرال اللي لبى النداء ديالنا، سيدي محمد العلوي اللي قام بالتدخل، وحتى سيدي محمد السعودي، وهزيتها بالسياره ديالي وديتها للمستشفى العسكري، وتمت العنايه المركزه تما بزاف وتهلاو فيها. لان بنت هناول ما تقدرش تداويها شاك جوغ، لان العلاج عندها الدواء غالي، لي فيتامين، بزاف الحوايج كان كيطيح ليها الدم، كينقص ليها الضغط، كيرتفع السكر، كيطلع، كانت كتخنق. يعني 25 كامله كانت في العنايه المركزه، ثلاث ايام الاخيره هبطت الانعاش التنفس الصناعي. صافي البارح قلنا راه داو الله لصق على عينيها، انتظروا. توفات البارح مسكينه مع جوج الليل الله يرحمها. هي كانت متمسكه بالحياه بزاف، مع عمرها كانت كتقول ان واحد النهار غادي نموت، كانت كتقول غنولي لاباس، لان حنا ما كناش كنديكلاري ولا بان المرض انتشر لها في السلسول وفي الراس. مؤخرا غيبات، دخلت في غيبوبه، كانت كتالم اشد الالم، وكان كيدقوا ليها البراوات لي مورفين باش كتكالما باش. الحمد لله، اللهم اجعل مغفره الذنوب. شي اخر كلمه قالت لك قبل ما تموت؟ اختي انا ديما كانت تقول لي مسكينه الله يرحمها، سمحي لي بنيتي عذبتك معايا. كنقول لها انت راه انا كنشتغل معاك في الفن، وما يمكنش انت مريضه على فراش المرض وغنتخلى عليك. ما يمكنش، انا كنت كنفيق في سبيل الله نجي ندي الطوموبيل ندي الميريزكونا وبنتها والزوج ديال بنتها الله يجازي بخير. كنا حنا واحد ثلاثه الناس، وكانوا الفنانه كيجي ويساندوها التليفونات، ما هو مادي معنوي. وكتعرف المريض خاص يكونوا مع الناس اللي يديه ويجيبو ويمشي معاه دقه دقه، باش كتنزل في الدروج، باش كطلع، باش هذا. والله يرحم.